الجدية كريم الغربي، مريومة فوزي بن جبرة، زياد المجدي، خولة السيماني، قيس الحبيري، مي الزردي، بسام الحمراوي. هاي سيدي 45% 45% من التوانسة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة يخرجوا يسهر على الأقل مرة في الشهر. هذا الرقم حسب تقريبا آخر الإحصائيات، مش تبدأ المراوغة، مش نحكيه في موضوع السهريات، أما حبينا نشوفوا التونسي كيفاش يخزر للسهرية. كي تطلبوا مرته مثلا ولا بنته ولا ولده ويقول له خارج نسهر، الله الله، هذا شوفوا كيفاش ردة فعل التوانسة، إيش يقولوا؟ طب عسلامة، مرحبا بكم في احنا هكا. اليوم حابين نشوفوا ردة فعل تونسي كي كلموا البارتنير نتاعو ولا تكلموا بنته ولا ولده ويقول له خارج نظهر وباش نروح امخا، زعما تونسي يقبل؟ خلينا نشوف. دعوني اصحابي اللي خدمت معاهم قبل باش نخرج نسهر معاهم اليوم، نسيلش ان شاء الله لاباس. قولي بعديني اليوم علاش تعملي فيا هكا انت؟ يعني ليه تروح امخر شوي؟ بنتي انا مخي يا ربي، يعني تعبوني انت بوجهي انا اليوم يا اخي، علاش هكا كبير تغزلوني في النار تغزلوني عليك؟ وين تسهر يا لالا؟ في سهرية مع البنات و والله ما سهرية، مش اقرا وجراح نمشي ومن بعد تو نروح. اه بنتي انا مش سهرية، عندنا سهريات ما نروح سهرية. الاربع الخمسة بتاع الصباح نروح. وقت على قلبك. عايش بابا معك. مرة يا عزيزي يخرج لك من التليفون اللي شو انا عم ترقل لك معنا وليد يا ماما، ما تخافش. ليه يا مش نعديتو الحفظة تعيشو ليه وين ماشيين؟ شنو خير بتويك اما ثلاثة ماشيين في لفة في الليل وفي الليل سادة سادة بقعة وريزة وبلا تشريق التعليلي سهرية سهرية مع الولاد صحابي معانا صحباتنا وكل البنات قالوا حمامات وبرقرام انا بقرام بتاعك مسيلش اي اي مش مشكل معناها هكا باش نمشي اليوم وهكا اقرا حسابك علاش ما غدرتونا في الدار هنا انت تخرج تزيد رجعوك انا قاعده هوني والله ما خلط عليك راه اسمعني تحبنيش اسمعني يا فما سهريه مع الوليد الليله نمشي انا وليد انتي وليد كلاسي عاملين حفله لا لا خوك ما يخليك عليه بابا ما يخلينيش اخي هاو معايا البني ديجا نروح لاربعة متاع الصباح معناها بكري على الاخر صابين متاع امك ويزي من القباحه تخرج تسهر اي اي معلومة إيه عشري موكي كل ليلة تخرج تسهر انت شو ما زيت الليلة فما بنات الليلة الليلة فما بنات اي علاش هو قبل كان ما فماش بنات وليلة ولا فما بنات اي اللي مش ديما فما بنات ظهري اليوم فما بزيت بنات انا مروح اليوم مانيش مروح للدار كهو شبيت مع صحابي انا مجول لكش مروح للدار وكهو الليلة عنا سهرية ناس سيخت عندي سيخت عندي با نروح اخد الصباح لا 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 عاد صحيح صحيح ريزربي لا لا وحدك لا هذه مضمضه علاه مضمض لا مضمض انا قبل نخدم الدار مضمض راهو مريض كنا كوبلوات هما كلهم كوبلوات قلت لك كنا كوبلوات غلطت هما كلهم كوبلوات وانا هنا معاهم برا يا اني معاك يا لا ممنوع طبعا ليش طبعا ممنوع هكا شنو يا ولدي زملائي تعرفهم حتى لو نعرفهم ممنوع تخرج ليش ممنوع اي سجن هيك صار يلا يلا باي مش هنلحق نحضر روحي باي حياتي هاي نخدك أنا اه؟ لنشوف لنشوف ايه منشوف شو خايبة منك منشوف رايحة أحتي أحتي يلا راح أحت باي ليك حياتي عم أمزح معك هدول برنامج أمور جدية بالشارع انت مرة زمر لا لكبر زمر قد بلا سوري واحد سوري ولا نطقها اي لك برا زما احتي اش معنى احتي اه احتي ما عرفتهاش باللبناني اش معنى برا زمر فز اي سيدي احتي ما انت شفت ردة فعل تونسي يخاف لا تخرج اغلبيه يخاف على اولادي يعني جينيراسيون لا ولدي يخرج لا بنتي تخرج اي 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 مش الكل الاغلبيه اللي وراهم كلهم صغار فهمت كيفاش ربما البعض رفض تماما السهريات وربما رفض البعض الاخر يقول لك اخرج مع اخوك اخرج مع زوجك اخرج مع اختك اخرج مع في عائليه يكون معك يخرج معك فهمت فاغلب الناس تخلي ولادك يخرجوا يسهروا فوزي طبعا لا لا ليش ما انتبهش شنو مرتي انت تعرف ايش عندي ما عنديش
ايه ماش بيك؟ ليه انا حسابك متفتح؟ لا لا متفتح. ليه؟ معناتها ياخذوا وحدهم وتروح بهم. لا 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 ما ياخذوش. التوانسه يضرني يخافوا من حكايه سهريه كما كنتوا تشوفوا في الروبورتاج. مريم انت تخلي مثلا اولادك يخرجوا يسهروا في الليل؟ انا والله سانسيرمون علي افيك لي تون كي اون شانجي انا جو تروف سي فريمون معناتها سي بي بوسيبل باش نخليو صغارنا يخرجوا الحق نتاع ربي. ما عادش كيما قبل لغز الحرابش اللي تكلم عليهم قبيله فوزي شنو صاير معناتها يا بلو سيكوريتي كوم افون الحق نتاع ربي اوني بلو ان سيكوريتي كيما قبل. زيد انت ساعه عندك حق تدخل بوتك قداش عمرك؟ انا 26 سنه اما لا معناتها كي نجيب صغار كيما خويا فوزي لاج مونتال نحكي على لاج مونتال 14 14 ما تنجمش تدخل هو ديبيل مونتال بون مش للدرجه لا ولا للدرجه نعرف اه للدرجه علاش حكمت عليه اللي هو ديبي الموضوع مشيت بعدها لدار ويلحس في سبدريات في الدار عنده شنو هذا عنده شويه كلاه وليه ولا حكينا عليه جنب لا انا نحكي لك نعطيك الصحيح غير هكا يكذب هكا الستاجير ويفلم هكا ما فهمش يحنش بسامي في فكره سامي فهمتي عنده شويه لاه وليه برشا قول لي خاوي ابدا سايب فيها لحظه معاه ولا ضد وعندك البستخانه نتاع البرجيه المول هنا انا البرجيه عنده بستخانه هو بستخانه البرجيه ب 400 يورو انت تعرف الاخرى هو عنده كارلا عنده كارلا شبيه كارلا ها يا خاوي شنو هي كارلا رايد خسر مغرومه بساري تخرج تقرر جاي من ساري ديجا احنا نستناو فيها احنا عملنا روتالا خاطر هي جاي من ساري لا نحب سهريتي شنو هو صغيره انا سهر نعمل جو وكل باغ كونتخ معناتها جي فيت سهريات في تونس خاطر لا سهريات البرا الحقيقه خير سهريات البرا مالا كيفاش لحمت الاولاني الاكس نتاعها سهريات البرا فوالا وكلب كلب ب 2000 يورو سهريات في تونس اخاوي لا سهريات البرا خير انت تي فيت في تونس شي ساعات او مش ديما انت تهرب في 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 جربه ما تقبلنيش عندي عرض تعمل هكا مع قلبه في العرقانه مع انا سالت وانت صارت انا نسهر نخرج نتعشى نخرج نسهر نسمي توا باش نعمل بيبيسيتي بواطا كافي شانطا هوني مالوغوزمون ما عادش عندنا بواتات مي انا جادوغي علي اون بواط نحب نشطح انا الحق جو مو ديفول معاك مي توا تخرج توا تمشي دون ان لونج دون ان بار كوم سا دون ان بوب اكزاكتومون معاك شنو هو اللونج كريم؟ شنو هو اللونج؟ برا لونج عاد انت مش اسف برا لونج عليها برا لونج عليها شنو هو اللونج؟ تحكي بجدك شنو هو اللونج؟ اخي ماكش في بالك انسان بدائي ما نعرفش اللونج يا خويا انا بدائي وسؤالي بدائي شنو هو اللونج؟ كيما اللونج اللونج هي الواحد معناها ريستو بار فيه موزيكا والكل وميم تون فيه الكل لونج برافو هذا هو اللونج وي قالت برافو قريب تتشخر خايفك مش تعرف فيصل ما نخرجش نسهر بلا تخاف من مرتك ها؟ خاف من مرتك انا نخرج نسهر انا كل ليله نسهر زكتمو هذا هو نسهر من الجمعه هذه باش نستدعاها نسهر مع بعض هاكي اوكي اوكي قصوها بعد سامحني خرجه خرجه سهريه ولا بيكنيك؟ نعم سهريه ولا بيكنيك؟ بيكنيك في النهار وسهريه في الليل علاش؟ يا معلم لقي راحتي انا مع المدام مش كيفك راهو لاباس جوي به شويه وانا مش كون خلي انا ماليش لقي راحتي هزنا البيكنيك الوين بيراتي 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 اليوم نهار كامل بيراتي 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 ما عادش شنو باش نعدي فيديو شنو اللي بهتك في السهريات؟ شنو اللي كي تمشي تسهر شو الفينومين اللي بهتوك يدخلوك بعض؟ انا ما نسهرش كريم ريتك كريم راني ريتك وين ريتني؟ ريتك قول لي وين؟ ريتك في جلبه وقت اللي ريتني يعرض متعدي انا وقتها نعرض انا على روحي والرافي رافي حاجه من البعيد عرفتها خاوله معناها ريتك تشطح انت والبلونده برافو فريمون عليه قلت كلمه يرحم والدين والدي وين؟ انا بلوندا انا بلوندا ما نقول شو تلقى الوالده بلوندا الوالده مش باش تزعل الوالده بلوندا جدي بلوندا عائله بلوندا انا ريتك في اللاونج تخرج ولا ما تخرجش شكون انت اي بالطبيعة كيف الناس كلها ما مره في الدرقه دي شكت فريد المره اللي ريتك فيها ديجا هاي المره ذيك وين ساعات المدام بلوندا هي شكون مع الضوء تولي بلوندا دونك هي تقول الفينومين نتاع السهريات والسهاره
كي شني والسهارة سهر انت يا معلم شبابك من وقفة فينومين شنية معناها ريت فينومينات باه نسألك سؤال معناها مثلا العبد يحب يتفرهد بار اكزومبل يحب يبدل الجو فهمتني يحب يبدل الجو فما عباد راه ما يشربوش راه باش ما تدخلوش خاطر قبيلة اقسم بالله قول دراج قالت لها فما هي كل واحد وراي فهمتني ما فما شكون ما يشربوش معناها احنا البنات كل كي مثلا ولا فما بنات كي تخرج مش معناها راهي هي خرجت معناها راهي تعمل في حاجه غلط فما شكون تحب تسمع موسيقى يتعشى والكل وفما عباد اخرى مثلا يسهر يروح خيط هذاك ويعمل جو والكل هي اذواق انا مثلا نتاع بنتي نهار اخر والكل فهمتي والكل ترد من السبعه نتاع العشيه تروح خيط شكون انت انا ديجا نمشي خيط وكي تروح ما نروحش ليه انا خيط شنو يعني خيط معناها ليه معناتها تعبان من السهريه ليه خيط ليه ولدي الحكايه خيط بس العباد تتفرج فينا هذا الحمد لله معناها فهمتي والكل الحمد لله على شنو ما نقرمش دواء انا شرب هاي بس وزرت الفايزه تخرج تسهر نغسل ساقي ونرقد ما تمشي كباريه مثلا؟ لا لا نمشي كباريه زين عليها اهلا ولعبت يا زهر يا ودي غلط فيا هذاك سمير سمير سانكوح هذاك زيد كوح ولا طالع على ابوه اهلا ولعبت يسهر يتحول ليه ما تحولش اما فما حاجات مثلا احكي لنا في كندا كيفاش سهر الكريم في مونريال تحب نقول لك الريستو نقول لك هي احنا في بناش بها كيك احنا نعرفوا ريستو ريستو احنا دخلنا ما في بناش بها احنا كملنا العرض على في بالي قهوه انا نعرف في بالي في بالي قهوه من بعد الراف المراه تحت تشقلب فوق التويه والوحده قلت له يا بسام يا خويا شنو هي البلاصه اللي دخلنا لها خفنا بالرسمي معناها واحد عنده عائله واحد خفت معناها عملت شنو هي الحكايه طلع بعد موزيكا فهمتني والكل احنا كريناها تبلبزت وليت حكايه اخرى والكل طلبت بابا انا اعطيك دوسيه اخرى شنو انا اعطيك دوسي موزيكا وحاشا شهر معناها شامبانيا وكي يعملوا فك الواحد والكل فهمتني ديخ طفل هذا خليه امبوسيبل خليه امبوسيبل معناها ما نشوفش الحاجات هذيك هرب خدينا الطياره روحنا دلوقتي جابلو مش صحيح بعد السهريه خرجنا للشارع كريم يوقف التاكسيات اللي كنديا يوقف فيهم يقول لهم لازم باب عليوه والاخر يحكي معاه يقول باب عليوه اخويا وصلني الباب السويقه مش نسالك حاجه بالاخ تتفلك تخرج تسهر حكينا على سهرياتك باي وسهريات قبل وتوا شنو اللي تبدل شنو معناها قبل؟ يعني في ال قبل حتى انت تعرف سهريات قبل قبل الثوره بعد الثورة قبل برشا شوية كيف كيف توا توا حتى تخرج تخرج خاطر هكا أحسن ملي تقعد ديما في الدار وكا تحب تخرج مي لوغو ما عادش العبيد ساعة ما عادش الوجوه هي ما عادش الناس هي تخلطت ياسر فهمت ما عادش تفرز العبيد شكون الباهي وشكون الخايب فهمت شكون متربي وشكون مش متربي شكون متخلق شكون متفاميلا وشكون العكس فهمت ما عادش تفرز وليد قبل كانت العباد ياسر تعرف بعضها حتى تمشي السهريه ترى بريسك الوجوه هي بيده الناس كل تعرف بعضها توا ما عادش تعرف شكون معناها فوفو قداش عندك ما صارتش فوزي عندي برشا لا مش برشا عندي نهار ونهارين معناتها توت البارح في بواتت لا ايه وحدك مشيت بوتلة الاثر وعندي بوت اخرى كل يوم نمشي لها كل يوم بوت فيتاس لا نحكي على البوت الاخرى لا ما نعرفهاش الحمد لله رب العالمين تخممش تعمل مثلا انا ما تعرفش الحمد لله رب العالمين فوز بالظبط اللي عندك زاد مريم زاد باش تصرفيك بس عايش عاد نقول الحمد لله رب العالمين انا نحبك هات نمشي ونشوفوا اجواء السهريات بالحق كيفاش في تونس يلا توب قل لي عاد عزيزتي عجبتك البلاصه ولا عزيزي انا جهنم معاك يظهر لي لوندرو لو بلو مارفي او موند او لا لا انا ما نمشي لهاش عزيزتي جهنم قل لي علاش علاش خاطر عديت عمري نحب في ملايكه شاري شاري عجبتك البلاصه وبره ما عجبتنيش وبره نفرض وفرض انا ما عجبتنيش انا عندي خيار اخر حبت اللي حطيتك تزلبحتك وحركتك السويقات وجبت لي لهنا
نودي حمد الله يا رب نهار كامل هنا يا في الكوجينه نستنى في العشاء طيب يا نستنى في المسلسل قدام التلفزه وقتاش يجي يا في بيت النوم نستنى في فاش تستني فاش تستني نستنى فيك تبدل حواجك وتطفي الضو ما نحملش الضو ما يجينيش النوم لكن بدات بشعر الضو ما نحملش الضو يا ربي يا ربي يا ربي الحمد لله راني ريت على الصبر هذا باش ندخل الجنه ان شاء الله في الجنه ان شاء الله يا روح ندخل معك الجنه لا انت باش تدخل الجنه تدخل الجنه من الحمراء انت تدخل الجنه لا نخرج منها تجبني شو تقول معك انت؟ عسلامة مسيو مرحبا عسلامة مرحبا مرنستك بها؟ يعيشك ربي يخليك محلاه تربي ياسر يعيشك نجيب لك حاجة؟ نعم نجيب لك حاجة؟ نجيب لك حاجة ما يعرفش جابك ما يعرفش ما تعرفش اللي لازمك لي فام تسأل لي فام قبل ليديز فيرست لي فام دابور اسألها هي قبل اوكي مدام نجيب لك حاجة؟ ألوغ جو في بخوندر أون أونتخي أون سالاد جو في بخوندر دي سباغيتي اوكي الله يبارك انت اللي قريت الكل اللي قريت الكل فسخه من مخيلتك جيب كل شيء ريت الماكله اللي عندكم الكل جيبها الشرب اللي عندكم الكل جيبه السيرفيرات الكل فما سيرفيرات اخرين معاهم بتبيع جيبهم حطهم في جلاسون في كيسان وجيبهم انت بيدك اجا الشيف اللي طيب الماكله الكل جيبه دي جي الكل جيبه الكل هجيب فراري الكل لهنا جيبه جيب اكس جيب البواط الكل جيبها لهنا كل شيء جيبوا لك كل شيء جيبه كل شيء البواطه جيبها نهزها معايا للدار كل شيء جيب عمل كل شيء جيب ولي اخرج البار جيب لك راهب ليه تخرج البار البوليس في الرومبوا جيب طلع الرومبوا تاع قمرت جيب لي جيب لي الرومبوا حب رومبوا الفلوكه انا جيب الفو جيب ولدي رومبواني تكرهها بزرابي دار عندكم زرابي في الدار اي بيان سور وفضهم وجيب جيب كل شيء الدار جيب بوك معك جيب خالد جيب الناس الكل جيبها المهم هي تكون فرحانه جيب العائله الكل شيري ريستورون غالي راه غالي امان عزيزتي ما تنرفزنيش عاد ما تنرفزنيش خارج انا باش نعمل جو باش ندلك تقول لي غالي انا الفلوس بربي سؤال بربي اشهد يا جيبو اخزي شنية باش تكون قيمتها الفلوس الفلوس شنية قيمتها انا ما حسيت بقيمة الفلوس الا ما وليت نصرف على البرنسيس هيدي جتار دور تخوني بكسي اش قلت تخوني نعم نقصد سامحني سامحني بي نجيب لك المينو وانت اختار على راحتك ميرسي تود سويت ميرسي ميرسي تعرف الامور مش ماشي هالنهارين عيط لك القارص خلي شي يا مسيو ايش 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 اللي هنا عسيبه مسيو او 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 انا المسيو مش هي مراتك ما في عيني لا مسيو سامحني راك تدهدس شافا شافا سامحني اش نخدم عليه يا جي بارك اللي انت قلت لي يا جي سامحني سامحني اش تحب نجيب لك؟ ايش عندكم انت؟ بون اش عندنا سكالوب كغيي عندنا فروي دو مير مكرونه عندنا بولي عندنا كويس دو غرونوي دو سالام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا مسيو كويس دو غرونوي دو سالام لا ناتو هامي مش سالم ناتو مش مشكل مش مشكل ايش عندكم انتم ايش عندكم مدام تحب تاخذ حاجه؟ اي تفضل مثلا مقرونه بالكروفات لحظة أنا بزيد كروفات كعبت الكروفات يا بنتي لحظة أنا كروفات نعشق الكروفات يا بنتي يجي قديش المكرونة بالكروفات بستين دينار ومعها لونتري بليش ما لجيب لنا زوز أنتري عايش باهي باهي أخسر فيها الله عليك تحبش نجيب لك المينيو؟ قديه؟ بليش؟ ما لازم لنا دوز انتري وزوج ميني خلي اسمع تكثر لنا من الخبز خلي تهز صحتها اوكي ماهي ميرسي خامج يا نت خامج مسيو وي تشربوا حاجة جيب أغلى دبوزة عندك أغلى دبوزة عندك جيبها أغلى دبوزة أغلى دبوزة أغلى دبوزة جيبها مي سي تخوش يا اخي مروح 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 نحب نصرف انا امور مريض 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 بالمصروف انا مريض نحب نصرف يا عجبكش نحب نفندق نحب ندللك انا شكون عندي هكا ولا برد حالك جيب تخزر لي احسن دبوزه الاحسن دو كوبل موجودين في كي تونس بارك الله عليك ميرسي نبيه جدا ميرسي مسيو اش بيعجبك ماشي جاي انت كي جاي اش فيه تحب تشربوا حاجه نشربوا شنو شنو نشرب؟ شنو نشرب؟ معناها تحب نجيب لكم دي بواسون؟ لا ما نحبش الحوت، نحب الكروفات. ما نحبش البواسون. لا لي بواسون ما نفهمش مش بواسون. الدفاع البواسون. سامحنا مسيو، برب ما عادش تفرق حين لهنا رانا في بلاصة محترمة، قال لك تشربي حاجة. نشرب أي. إيش تحب تشرب؟ أم بقارص. ها؟ أم بقارص. ستروان، ست أم ستروان معناها. ستروان. ستروان بنافع. لا ست سترونافا.
صح هذيك هي سيترو سيتروناد 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 كاس قارص بالعربي بيه الله يبارك وانتي مسيو ايش عندكم؟ عنا جين جين شرب جين امال جيني نعمل الكم يا مريول شوف سامحني شنو جين ايش بيه هذا؟ لا يعطيك مش شرب جين مسيو امان عنا كليونات تستنى جيبوا ترقال خير اطلع لي جيبوا ترقال ترقال اكحل لك حكيت لي فار بيستاش جيبوا بيستاش عندك ليونيت تستنى امان امباغارس امباغارس نحن شنو امبايب هنا وشنو ماناش كليونات نحن نحب نشي هنا نحب نتفتك اعطيني حاجه نطير بها نطير بها نجيب لك سانتول وايتريسونس مش خيره شو يعني نشربونه يهنت الفين يهنت الفين هاي قاعد يهنت الفين يهنت الفين قاعد يهنت الفين تاج بتاع السيرفر تقول يحط لي ما شانسون بريفيري يحط لك اغنيه اللي تحبها اكيد عزيزتي قلت لك اغنيه اللي انت تحبها انا نحطها سونوري في تليفوني كلماتها وشطحاتها نحطهم الارم في الصباح يفيقوني وذنية يسمعوا بالحكايه يصدقوني اما كي نشوفك عيني يكذبوني قولي انت وين ماشي وين ماشي يا روحي هاني هوني بريك دنوني بي بي لا شانسون لا شانسون لا شانسون يا لا شانسون حطي لها اغنيتها الاغنيه وي شنو هي تحب شنو انت تحب تانا فرح بيك عادي زبلتك حيفه تانا فرح بيك بعد لا شانسون احسن انسان اعطيني لا شانسون بالله يا نار عليك يا تهام شماخ وماخ وحطبه انا في الدار فرجي كعبه من فيا انا حالي اش فيك سلي عني بعدي تحطها وتغلط كعبه من فيا كلها من برا راهو خاطري لابسه حتى بايه وشوك البوت يعمل 5 ملايين اشري لي انت اللبسه هذه تشوف الملفه شنو اشري معاش على حالي بالله العظيم كي نلبسك في سنان ورا تقعد ريحتك شايطه زين ريحتي شايطه بارك الله فيك شري يعني اسمعني ريت هو دز فاست وحط لها غناية حتى انا نحبك تحط لي غناية يا مسيو فيا ناسي اي جو قولونا شكوت مو ما فاهمة تكوت انت تكوت الموسيقى احكي بالعربي بركة باهي اعطينا موسيقى اللي تحب عليها المدام قولي لي ايش اقولها لك في وذنك ايش تو مش نفرحوا بيك والهيكا انا هايكا نتاعك يعني يا ودي برا امشي برا طمد لك في اللايكات طمد لك 220 فرنك حط لنا امشي لف الليل خويا لا لا شنو هذا؟ شنو هي الفوضى هذه؟ اوه اوه لا لا اوه فوضى شبيك يا اخي؟ اي احترمي راحك ولا خليني نطيح لك قدرك شنو؟ شنو قلت؟ قلت لك شنو هي تطيح لها قدرها؟ اي احترموا روحكم ولا نطيح لها قدرها انت وياها اي انا وياها ميسيلس خاطر احنا ما نخش وحدها طيح لها قدرها وحدها قدرها يطيح وانا وين طيح لي قدري معاه خاطر انا وياه كل شيء نعمله مع بعضنا باهي طيح لها قدرنا الزول نمبرتك واحد يا اخي نورمال تخليه هكا يحكي معنا شكون من ليه عزيزتي اخزن انا ما نحبش ما نحبش المسخ يديك ما تحبش تمسخ يديك لا انا نحبك تمسخهم يديك ماكش تخليه يمشي هكاك هذا شو باش نعمل له هاك طلعت خواف دوماج ولا جو بونسي كي تي كوراجو ها علي باي باي الله هيا قوماج عليه بابا بابا أمان سيرين شاري عجبتك نيك وفيش عمرتون شو عجبتني عجبتني هي صرف قطها بصفة جملة بالسوري لا العظيم قريب قلت له والله لا تربحك ولا تربح ولدك هذيك هي الترجمة الله أكبر أما اسمع ماما بغض النظر على الشحوحية والدنيا متاعك اي وإنما في الأخر طلعت راجل وسيد الرجال وعجبتني كيفاش طيحت لها قدرك نزيدك ولا يزي ها يزي عادك هو يا لولي فيك الجن اللي عم مشي مريقل وي
ناخو اديسيون باش تخلصوني. خلص. شيت ما قلتلكش. ما قلتليش. شتوش شيتو في الكهرباء. خلينا احنا عندنا كهرباء. عندنا كهرباء. لا نسيتو في العديلة اللي نتاع البهيمة غادي. نحن عندنا بهيمة نحن. ما عندناش أي. تعرفي تجري أنت؟ نعرف نجري. ما لقطعي نهارك أحرق. كوبل كريم ومريم فريمون كوبل 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 حاجة تعمل كيف شيء كبير ماي هذاك البيديك اللي لبسها البيديك اللي لبسها خاطرني بالضحك اسمع راوس اسمع علي راوس سي تري ديفيسيل دو جوي افيك فايسل بسام وكريم بالحق سي تري ديفيسيل راوس سي تري تري ديفيسيل خاطر تبارك الله عليهم لي تخوا سون تري فور تبارك الله عليهم كي تسيبوا معناتها ينساوا نصهم شويه ويدخلوا في الامبرو على الاخر اشتغل السكتش يا ريت وهذاك كله امبروفيزاسيون يخرجوا على النص دونك لازمك عرفت كلي تبدا باش تبدا تقلع كلمه كومون دي عرفت سي با ايفيدون تبارك الله عليك انت عارف صبرتوا لي نعم صبرتوا للت الله وحد شنو هو مصلي على النبي باش لغمها هو اللحيه هذيك ما نقربهاش والله تبارك الله لا مصلي على النبي أما شنو عندها كلام حلو ياسر استنى قلت لك عطيتني شحطه قبيله في سكتش ولا توجع والله في بالي والله ما في بالي والله عطيتني اقسم بالله كان جيت راني حسيت بها ما والله لا في بالي حسيت بها كمان مش كيما تضرب بسام كيما تضرب مريم شو الفرق تحاسيل والله يتظهر لي في الاخر بكل باش نطلق جيد يلا سيدي نقعدوا في كلنا جايين نتلاقى سبيراتور فايسل عادي كبير قريبا فايسل قريبا الكريم قريبا فوزي علي توجي تو تحكي على فوزي خليك من لطفي علي علي تحكي على خايف علي تحكي على الولاد وانت نسيت التيتانيك والسلو هذاك التاريخ سلكتها سلكتها اي سيدي نمشي وتو دسويت للكويز السؤال الأول حاضرين ولا؟ حاضرين حاضرين انفورم يلا سيدي السؤال رقم واحد زفدة عربية يلا ما هو جمع كلمة سفرجل؟ زيد زيد سفرجلات 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 فوز اعطيني وقت لا شنو اعطيني وقت؟ اعطيني متى ساعة من الوقت لا عاد هيا فوز ما هو جمع كلمة سفرجل؟ سفرجلات 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 مريم ما هو جمع كلمة سفرجل؟ سفرجل سفرجل كريم سفرجل 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 لا بسام سفرجل الفا اس لا باهية سفرجل 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 فايس سفرجليات خولة سفرجل كثير سفرجل كثير قاجو سفرجل الأجوبة كلها غالطة الجواب سفارج سفارج جات في كام سفرجل خليني ادخل اللي بعده هي ركزوا مليح أنثى الضبع مرت الضبع زين مرت الضبع اش تتسمى؟ ضبعوتة شنو هي عاودني؟ يمكن ضبعوتة ضبعوتة فوز ضبوط ضبعة 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 لا ضبوط ولا ضبعة 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 مريم ضبعة ضبعة ضبعاية 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 لا بس زين ضبعونا ضبعونا لا ضبعونا نعرفها بالسوري مش بالعربي لا لنا ضبوعة هاي يا باية نعرفها ضبوعة هاي باية ضبوعة ضبوعة مثلاً ضبوعة فايش ضبيبعة ضبيبعة مثلاً خولة الضبعة أه؟ الضبعة الضبعة
أنا فاهم. كريم ديما تقرب وعندك مشكلة في الحرف. الضبعة. الجواب الصحيح الضبعانة. الضبعانة. اي ما ضبعونه كي تولي ضبعونه ضبعونه لا ضبعه ضبعونه كبيره معاشرهم. السؤال البوين في العاده ابيات شعر، المره هذه امثال توانسه وانت تكمل الفراغ في لي دو بلانكس. يلا اللي وجهها يفجعها يا لطيف املا الفراغ تنفعها. عمري ما سمعتها هذه. اللي وجهها يفجعها زريقه بوتوكس تنفعها. شنو هي الحاجه اللي تنفعها؟ هاي اللي صورتها لك يا فوز. هاي ركز. لا 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 ركز زياد. اللي وجهها يفجعها زريقه بوتوكس تنفعها. قلت زريقه بوتوكس تنفعها. زريقه بوتوكس زياد. اللي وجهها يفجعها تنفعها. ركز 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 اغزر لي انا الحنانه. تي هي اللي وجهها يفجعها الحنانه تنفح. الحنانه تنفح تفضل. اللي وجهها يفجعها اي اللي صورت هيك شنو اللي تنفح؟ اصور لك. لا 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 والله صور. اصور صور. يا ولدي شكون جابك انا انت ولدي؟ بالحق كي جابك انا شبيه قولها تتقى. اللي وجهها يفجعها يا فوزي شنو هو اللي تنفحها؟ تبدل وجهها. تبدل وجه فكري كريم باري. Une bonne nuit de sommeil تنفعها. باه une bonne nuit de sommeil تنفعها. كيري اللي وجهها يفجعها شنو هو اللي تنفعها؟ اللي وجهها يفجعها شنو هو تنفعها؟ اي رقبتها. شنو هو الحاجه اللي تنجم تنفعها؟ رقبتها. او ظل وجهها. رقبتها. رقبتها تنفعها. تي رقبتها ما يلصق لوجهها. ليه بعيده شويه. ليه بعيده شويه عليها رقبتها زينه كل منطون تبدا مثلا اللي وجهها تبدا ماشي مثلا وجهها يفجعها رقبتها تنفعها شلكتها تنفعها فيش مش تنفعها ندري عليها فيش عاليه تشبيك يا ودي قلت لك رقبتها انا رقبتها تنفعها. رقبتها فايز. نعم اللي وجهها يفجعها شنو اللي تنفعها؟ هاي اللي وجهها يفجعها المكياجها ما تجيش ينفعها باليت مكياج لا ولا اللي وجهها يفجعها ضربه ليفتينك تنفعها. ايه باي. اللي وجهها يفجعها الفلوس تنفعها. بس انا نعرف شدي. اللي وجهها يفجعها فيوليت تنفعها. اللي وجهها يفجعها فلوس بوها تنفعها. السؤال الموالي في نفس الإطار ركزوا معي. مش نبدأ بيك كريم. اللي مش فالحة في قرايتها تعمل عليه. لا اللي مش فالحة في قرايتها تعمل عليه. تعمل على صاحبتها. أه؟ على صاحبتها. مري أرجيك. اللي مش فالحة في قرايتها تعمل على على تعمل على شنو؟ تعمل على شنو؟ هي مش فالحة في قريتها شنو تحب تعمل؟ تعمل على شنو؟ تعمل على تعمل على ربي اوكي على شنو؟ على ربي على رب فوز يصور فيك تفضل حاشا حاسس اللي انت تعرف الجو والله يعني والله تعرف والله اللي مش فالحه في قريتها تعمل عليه على على صنعتها على شنو؟ على صنعتها على صنعتها بيديك عاود صنعتها على صنعتها صنع 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 زين والله اسمع نحب الاجابه ديريكت بعد ما نسكت انا اللي مش فالحه في قريتها تعمل عليه ركبتها معناتها ديما شتعمل بيه؟ الركبه هي الكل الركبه الركبة تخليك تمشي تخليك تطبس تخليك تجاهد في الدنيا نعمة سبحان الركبة هي كل شيء غلطين الكل اللي مش فالحة خل شوف خاوة اللي مش فالحة في قريتها تعمل على صحيحتها اي مثلا اجي وباش تسكر الحكاية باش ما تمشيش حاجة بعيد اللي مش فالحة في قريتها تعمل على صنعتها مثلا بي صنعتها صنعتها مش تطلعوا الحرف اطراف تعطينا حرف هاتي انت الحرف فسكتها خلاص فسكتها لا ايه بالايه ايه غلط
خا بيه. خا غل بيه. اللي مش فاهم حفا قرايتها تعمل على كلوتها. لا على مين هار. تيه على مين متى تعمل على مين متى تيشيو اتعمل عليه تعمل على مين متى تربيتها اللي تربيتها 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 اني سعد وين ودي توماس ولدك شو ولدي ولدك شبيه ولدك ولدي يا ولدي 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 خطر اسمعني يا ولدي ولدي توماس اسم ولدي توماس ولدك توماس أمريكية عاركت مع رجلها على خاطر كليت له عشيها حس برايكم شاملت كليت له عشيها سهلة كليت له عشيها بشوي بشوي زي مشيت في التماشي بتاع أخوي كريم كليت له عشيها فوز عادي سمحته ولا كليت له تعاركت ولا شكيت به خط عندهم عادي هم الأمريكان ولا ماري ولا نوع هذاك فهمت خانقته ممكن خانقت ها كيري ايه خانقته من بعد كليت له عشيه كليت له عشيه شو كليت له عشيه توا عندها معنى كليت له عشيه اخي سامحني انا حات مسخن لوبيا في الدار يعني صح تجيب اجابات تقعد تخزر لي مسخن لوبيا خويا كلا لي اللوبيا نمشي ناكل اللوبيا ما نعاود له الفازه معناها واش اللي تحب اجابه هل شنو هو عشاء هو اللي كليته يا قلت لك كليت له عشاء ندري عليه شو مطيب توماس في داره وانا يا ما سافوار شو مطيب عليه الراجل سالتنا سؤال وندي توماس عشاء شنو هو حاسب راي سامحني علاه بركي توماس تبع عشاءك ما لو سمحت مثلا هرج همبرجر انت شنو همبرجر انت كم ساعه توماس همبرجر اخي شي طيب برغل ولا مرمز توماس توماس مرايه يا وليدي امريكيه تقام طيب فلفل محشي فلفل محشي بالرسمي شنو المشكله اكلت له فلفل محشي وبنين يا فايز طيب فايز عملت عملت عشاء تعشيت تعشيت وهو باي كليت له جحر كليت له جحر كليت له جحر اسمعنا خفار هو وذنه كيما في البوكس كليت له وذن هاي مثلا قصدت تروف تروفة قصدت تروف تروفة قصدت تروف تستنى شوي لا شوي بشوي بشوي شوي هاي بشوي تستنى اسمعوا مريم اللي كلمة تاخذها تاخذها ايه عشان خلصت عشان خلصت ايه شو عملت المرة ذيك شو عملت له قصدت تروف 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 على خاطر شنو تروف تروف معليش عاودها ما تعرف برونسياسيون هي حلوة برشا خرجت اش عملت؟ قلت لهم متعاركوا واحنا نحكوا عليهم يا ولدي اعطيني اجابة كليت له راسه كليت له راسه كليت له؟ كليت له راسه والاجابة الصحيحة يا سيدي كليت له راسه شنو؟ قعدت عليه حتى لين مات فوق رجلها لين تخنق مات وهي توزن كليت له جحره كليت له جحره يا صحي يا كليت له جحره كليت له جحره فوالا يلا يا سيدي نمشيو مع بعضنا البلاي كيدز احنا توا قدام المدرسه الاعداديه المنهل بباردو المدرسه خاصه امور قدموا لكم تحية الأمور غادي من إيطاليا أحلى تحية أمور جدية أمور جدية مية أحلى تحية قطرية الأمور جدية كريم الغربي بسام الحمراوي مي قالوا أمور جدية أحلى تحية كريم أمور جدية بين الناني بسام فاتي تحية شتوية تحت البطانية إلى أمور جدية تحية من المعنى أمور جدية نعيل وسليمان من الجزائر يقولوا لكم أمور جدية أمور جدية أمور جدية أمور جدية كريم الغربي
من قمرة؟ هذا البطاط؟ يا بطاط سيدرا. كريم أبي كلم أبي لوف يو تحية جزائرية من كل يوم. انت زادة اذا عمرك اقل من 12 سنة انزل بلاي وابعثنا على 58 080 ألف. تحية كبيرة للصغيرات وللناس اللي قاعدة تفاعل معنا والناس اللي قاعدين يبعثونا بالحق في الفيديوهات، تحية كبيرة ليهم. اكبر منها كيجو بوصف باش نمشي وتودو سويت الباتل راب امور جدية. سيدي باتل الراب والمواجهة الأولى باش تكون بين خاولة وزياد المكي. يلا خاولة يا خاولة حاضرة جو 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 يا خاولة يو ام سي سليماني ام سي يا غربه يو جايبها ضامر وعملها في نومان ستيلك الفرشيطه برا كول باش تسمان ستاجير يا مرعوش حضر روحك باش تدوان ماك الشمس زياد تواتيك ام سي حنان خليك مريكل معايا ما كانش تشوف العار تحب توصل لي في النيفو لازمك تمشي تاخو قرب برا العرض كامل اخطاك مني راني مرض كرابك البوتري برافي يمحيك من الأرض. يو 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 يا 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 زياد بازوكا سوزل زياد الدور أمور وكونديسيون كي يقف فوق السين يعطيك إيماجيناسيون كلامي ملفو في حرير لابيك باراسيت في السون سابغة شعرك بالحنة قلت شنجة فون ديكرون كل يوم ستوري كل يوم تخلق تجلة كلامي دخلك في حين يخليك ديما في حلة خولة نحي المكياج خلينا نشوف العلة وكيما قال مرة أرمزة تولي كل غوريلا. يا يا أنتو كست عقلو كبيرة زياد وخولة المواجهة الثانية المواجهة الثانية يجاوب حذايا فايسل وبسام هيا شو المال شو المال داي فزي يو 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 يا 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 تحتيري فايسل في ربي أنا لولاني بس هم كي ربي يشبه العصر حلاني في بحر الراب نمبر وان مانيش الثاني انا الروكا ودي ركعبه مناني سمير سنكوح رد بالك مني لا تطيح ربي موزون وربك منه تطيح ربي موزون وربي كلامه يهز الريح فمك يتحل تضحك ريقي يشيح يا زنبلاء برا امشي استريح يا زنبلاء برا امشي استريح يا زنبلاء برا امشي استريح يا 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 يو يو يردها علي ان استطعت يلا ربك يا سير قديم ربك هربت بي الفلوك ربك يقع التاريخ ربك يفلس المسكوك سيب مالك في الراب برر اضرب على الدربوك حبيك برشا فيصول سمح لي يا مبروك بجدك تقاسي فيا يا اخي شعدك فكرات بسام نمبر وان وانا في كل شيء كلاس سيب مالك في الراب برر انت يخدم حماس ما تجيش عرصة في الراب انت جي عرصة في بلاس يو يو المواجهة الثالثة المواجهة الثالثة
يا ميرسي. هاي المواجهة الثالثة كان هذا عيد بيا إجا بحذايا ومريم. هاي بيا ومريم. هاي يا مريم هاي يا مريومة. هاي إيش هاي يا مريومة وبيوتا بيجي. ليدي بيا ليدي بيا ليدي بيا انا مانيش ليدي غاغا تاريخي ورايا بالمكشوف من غير دراغا ودبالك تقلاشيني لذوق الفراغا رابي كرتوش في الراس رابي في عاد الفلاقة ودبالك ماني راني اختير يا مريومة كلامي يتاكل ابن من لحمة الكرومة خليك بعيدة من غير من العام فلومة راك صوص بلانش راك مقرونة راك صوص بلانش راك مقرونة فلومة اه مقرونة ايا مريومة نمبر وان مش كان عروسة وعريس كان حل سيفين خليك تقص من الفيس كارياري معايا قاعدة نخلص بالدفيس ونحب تقف بحذية لازمك تنقص متى الحيس حب تكلاشين لازمك بات بلس سانك في البلاتو تسكت خاطرني انفام شارمانت فيتتك في نيفو انا الروب وانتي الفانت بيوتا ارجع لكوكي بيوتا راك ميشانت يعطيكم الصحة مريومة آية الباطل الأخير المواجهة الأخيرة فوزي كريم وأنا راني على شابي ماليش امسي حيحان وقت اللي انا نشط انتي مازلت بن بيبران علولو اون ذا ميكس معروف انا الباترون برا من الكوربيتا شارك ولا تيربوشون كلاشك ما يعني ليش راني ولد حومة عربي صبري لازمك السايب عليك اختك من ضربي قد ما وقفت معاك زايد ما يثمرش فيك يا خرشي لو كان جات لبلادة راي اسمها كريم الغربي كريم موجود رابو يتسمى الكينج رابي شال عنار رابيك عملو الفتينج تلهي في سنيك من غير ما تهبط الرينج متالي سايب عليك برمشي عمل شوبينج ضمار صعيب عليك بلاصتك مش بحذانا وجهك بالنيفيا تقول سلمى حايك الفنانة عملها سبونتاني تسخف كي يمي منانة عامل حرقو سيدك منشط ولا حنانة تصفيق على كريم وحرك الأولى ضحى في سماء تغرد وكتر كان دفعت والماشي وحي الإله عودة عود خلاصة طليقة كتيف النسيم وحرن كنور ضحى في سماء تغرد وكتر أنا دفعت وتجد بمشي وحي الإله خلقت طليقة كطيف النسيم وحرا كنور ضحى يلا تصفيقة كبيرة على الكرونيكر الكل اللي شارك معنا في باطل نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا لكم بعد شوية يلا